السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد مبارك، عيد الأضحى، ليس عيدا وقفا على حجاج بيته الحرام، يوم مبارك للجميع، وخاصة نحن الذين شرفنا في الأمس بوقفة عرفة عند الحسين عليه السلام الذي ينظر الله عز وجل إلى زواره قبل أن ينظر إلى زوار بيته الحرام. ولا عجب في ذلك، فهذا الحسين عليه السلام وأخوه أبو الفضل العباس والشهداء بين يديه هم الذين حفظوا حرمة هذا البيت. لولا أهل البيت لما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. ولهذا ليس من العجب أن رب العالمين ينظر إلى حامل البيت قبل أن ينظر إلى البيت، وأن ينظر إلى زوار حامل هذا الحرم قبل أن ينظر إلى زوار بيته. الحمد لله الذي وفقنا لذلك. أما هذا اليوم نأخذ العبر والدروس في هذه الخطبة الأولى، عسى أن نكون من المتعظين. أولاً، لماذا سمي عيد الأضحى؟ البعض يسميه عيد النحر، البعض يسميه عيد القربان. المهم، قربان نحر أضحى، كل ذلك يذكرنا بموقف الخليل إبراهيم صلوات الله عليه عندما قدم ابنه قربانا ذبيحا لله عز وجل. الدرس: إبراهيم ما صار خليل الله عز وجل. الخليل هو الصديق، أحدنا إذا صار صديقا لمرجع تقليد يقول المرجع خليلي، فكيف إذا قال رب العالمين اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ جد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته، كل ذلك ببركة ما قدمه من الأسباب، طبعا ما قدمه من القربان بين يدي الله عز وجل. وأنا وأنت أخي الكريم، أختي الكريمة، ما مضى من العمر مضى، كيف مضى لا أدري.